طيبة نبعثها لكم أعزائنا المشاهدين عبر برنامجكم الإخباري الأول الحصاد الشرقي لهذا اليوم الاثنين الموافق للسابع 27 من شهر جمادى الأول لعام 1437. والآن إلى عناوين الأخبار. دول الخليج تصنف حزب الله منظمة إرهابية. مهرجان الساحل الشرقي يحظى برعاية أمير المنطقة الشرقية. شح الأدوية يهدد مرض القلب والصرع والقلق بثلاث مناطق. نادية الفواز خارطية. مواطن ينجو من موت محقق بعد تعلق مثبت السرعة بمركبته. وفي الاقتصاد وزير الخارجية: المملكة ستبقى على حصتها في سوق النفط. نفتتح حصادنا بتحية تقدير وإعزاز لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي والشمال، وبتحية فخر وقوة لمواقف المملكة تجاه حل العديد من القضايا العربية والإنسانية، كما أن موقف المملكة وفرنسا فيما يتعلق بسوريا ودعم المعارضة السورية هي مواقف متطابقة ومكملة لبعضها البعض منذ أن بدأت الأزمة السورية، وتؤكد وجوب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لاستئناف أو البدء في العملية السياسية للوصول إلى الانتقال في السلطة، وهذا هو موقف المملكة العربية السعودية وموقف معظم دول العالم. رعد الشمال أعمى عيون الطامعين والحزمة بالظفرات زاد حروقها نظر بسيف الحق والقاسيين لين العرب تاخذ جميع حقوقها الدار حنا دونها حصن حصين من دونها الأرواح نرخص سوقها رعد الشمال مع عيون الطامعين والحزمة بالضفرات زاد حروقها نضرب بسيف الحق والقاسي لين العرب تاخذ جميع حقوقها الدار حن دونها حصن حصين من دونها قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمبثقة عنها منظمة إرهابية. وقال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس اتخذت هذا القرار من جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. وأضاف أن دول مجلس التعاون تعد ممارسات ميليشيات حزب الله في دول الخليج والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي. وللحديث أكثر يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان. دكتور علي مساك الله بالخير. أهلا وسهلا حياك الله. يحييك دكتور علي. كيف تقرأ قرار دول الخليج والعرب في تصنيف حزب الله بمنظمة إرهابية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أتقدم أنه يعني تصنيف حزب الله منظمة إرهابية من قبل دول الخليج نعم. وفي الحقيقة يأتي استكمالا ل تصنيف هذا الحزب بأكثر من دول كثيرة سواء في أوروبا أو في أمريكا في كلها تقريبا أو كثير من تلك الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية صنفت الجناح العسكري في حزب الله وفي أوروبا أيضا دول كثيرة أيضا صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية. أنا أقول أنه يعني دول الخليج تأنت كثيرا قبل أن تتخذ هذا القرار وبعدما تأكدت وتوصلت إلى أن هذا الحزب لا يتوانى في تجنيد الشباب وفي
التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، نعم. وأيضا في محاولة زرع الفتنة الطائفية في منطقة الخليج، نعم. وأيضا رفع راية العداء لدول الخليج من خلال تصريحات رئيس حزب الله حسن نصر الله. كل هذه الأعمال وما ثبت لدى دول الخليج من دعم من قبل هذا الحزب لكل الأعمال الإرهابية، نعم. وتدخلاته أيضا في اليمن وتدخلاته في سوريا والعراق، كل هذه أعتقد أنها كانت أدلة واضحة وصريحة ساندت قرار دول مجلس جميل. الخليجي، نعم. لاعتبار هذا الحزب حزب إرهابي. نعم جميل. طيب رأيك دكتور، يعني ما هي الخطوات المتوقعة أن تقوم بها الدول الخليجية تجاه منظمة حزب الله بعد تصنيفها إرهابيا؟ أعتقد أنه يعني هناك محورين أساسيين على الجانب السياسي، نعم. يعني سيكون هناك يعني تعامل جاد وشديد اللهجة، نعم. لهذا الحزب، وسيكون هناك عزل وعدم تواصل ومحاولة لمحاصرة كل أنشطة حزب الله السياسية في المنطقة. على الجانب الاقتصادي تتخذ دول الخليج كما أعتقد الكثير من الإجراءات المالية لضمان عدم وصول حولات مالية من دول الخليج، وأيضا للكشف عن المتعاونين ومن يمولون هذا الحزب ممن قد يكونوا موجودين في دول الخليج، وأيضا سيكون هناك رقابة مالية صارمة كما أعتقد على الحسابات والبنوك، وخاصة تلك الحسابات التي ممكن أن تذهب إلى حزب الله بطريقة أو بأخرى. جميل دكتور علي الخشيبان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. شكرا للدكتور علي الخشيبان على هذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، مهرجان الساحل الشرقي يفتتح يوم الخميس القادم إن شاء الله برعاية من سمو الأمير، من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف. بعد هذا الفاصل نشاهد الخبر. تشارك دول الخليج العربي في فعاليات مهرجان الساحل الشرقي في نسخته الرابعة بنحو 15 حرفة يدوية وفرقة للفنون الشعبية والنواخذة والبحارة، وستكون أعلام دول الخليج حاضرة فوق أشرعة المحامل والمراكب الشراعية للسفن المشاركة في المهرجان، والذي يحظى برعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس التنمية السياحية. ويقام المهرجان في منتزه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الواجهة البحرية بالدمام في العاشر من مارس الجاري. نشاهد وإياكم المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة. مهرجان الساحل الشرقي، مهرجان يحظى برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة. فعاليات المهرجان حتشارك فيها عدد من دول الخليج العربي، حيشاركنا بالإضافة إليه القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وبطبيعة الحال أتمنى أنه يكون مهرجان ناجح فعال، وبتضافر الجميع وبمشاركة الجميع سنحقق ما نصبو إليه إن شاء الله. بإذن الله تعالى ينطلق المهرجان يوم الخميس القادم. اللجنة الإعلامية هي اللجنة التي تتابعون أعمالنا بإذن الله تعالى بجهودكم، وحقيقة يأتي هذا المهرجان بنجاحات كبيرة في نسخته الرابعة. يقوم المهرجان الحقيقة على شراكة حقيقية مع مختلف الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص، ويحظى بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس التنمية السياحية، كما يحظى بمتابعة ودعم أيضا من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأنتم شركاء النجاح، لا يخفى عليكم بأنه هذا المهرجان حظي بنجاحات كبرى خلال السنوات الماضية. لماذا لا يكون هناك مقر دائم لهذا المهرجان، خصوصا أنه أثبت نجاحه وأثبت فعاليته كي نوفر حقيقة المال والجهد وكي يكون عندنا مقر سياحي في المنطقة الشرقية بعد ما.
تنجمح مبادرة من إمارة قطر الشرقية قبل عامين في التوجيه بإيجاد مقر دائم للمهرجان الساحل الشرقي، وبحمد الله هناك اتفاق مع أمانة المنطقة الشرقية في تبني قرية تراثية تحظى بتأصيل التراث والهوية العمرانية للمنطقة الشرقية من جهة، وتمثل أيضا الحياة اليومية للمنطقة الشرقية، وهي ستكون بإذن الله تعالى مكان مناسب لتنظيم مهرجان الساحل الشرقي. لسنا حريصين لأن يكون هناك موقع ثابت بقدر ما أنه البلدة التراثية كلها هي استوديو يجسد الحياة اليومية. كم عدد الطلاب المشاركين باللوحات البلوكية وهل الموجود إيجابي خلال مشاركة الطلاب في المعارض العلمية؟ العدد الإجمالي 600 مثل ما ذكر الزملاء حلو المكان في أعداد ما شاء الله بالرغم وهذا يعني يعطيك جزء من التطور يوضح لك أن الزيادة العددية في بعض الأمور هي زيادة نوعية هذا فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للطلاب والكشاف. أفادت تقارير بأن شح الأدوية بمستشفيات الأمل في المدن الرئيسية في جدة والرياض والدمام بات يهدد بتدهور صحة مرضى الصرع والقلق والقلب والشرايين بتلك المناطق، وحمل خبراء مسؤولية شح تلك الأدوية وزارة الصحة والتي لا تزال غير دقيقة حتى الآن في وضع أو تصنيف الأدوية النفسية أو توفر البدائل حسب قولهم، وانتزاع تلك الأدوية من الشركات الطبية المسيطرة، ومواجهة عمليات ارتفاع بعض أسعار الأدوية وتوفرها في صيدليات معينة. وللحديث أكثر يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف مساعد المشرف العام للخدمات العلاجية بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام الدكتور عبد السلام الشمراني. دكتور مساك الله بالخير. مساء النور والعافية، أخبار السادة المشاهدين. الله يحييك دكتور. ما هي يعني صحة شح الأدوية في مستشفى الأمل وآلية صرف الأدوية كيف تتم بذلك؟ نعم الحقيقة ما في شح للأدوية. نعم. طبعا أنا اطلعت على بعض الأخبار اللي تتكلم عن الموضوع ذا. نعم. ما في شح حقيقي لأنه المسؤولين في وزارة الصحة الأدوية بالنسبة للمريض هي خط أحمر. نعم. واحنا دائما نشتغل على انه مثلا احنا في سنه 37 نشتغل على كميه الادويه اللي نطلبها للسنه القادمه باحتساب المعدل. نعم. وايضا الوزاره وفرت غير الاحتساب الكميات المقرره وفرت مبالغ للشراء المباشر للادويه في حال النقص عن طريق المديريات. نعم. فما فيه في الحقيقه ما فيه يعني ما لاحظنا ذاك الشح ولا واجهنا صعوبة في إيجاد علاج معين للمرضى اللي عندنا سواء في المجمع أو في المستشفيات الأخرى إن شاء الله. نعم دكتور، يعني كيف يتم صرف العلاجات الخاصة للمرضى النفسيين الخاضع للرقابة من قبل المستشفيات الخاصة؟ نعم، هو الحقيقة أنه اللي أشير له في المقال هو ما يخص الأدوية النفسية كلها، هو يخص الأدوية الخاضعة للرقابة، فهي في الأصل ما فيها شح لكن فيها تقنين شديد جدا لصرفها. نعم. بسبب أنه هذه الأدوية إذا صرفت بطريقة غير مقننة وغير منظمة ممكن تؤدي إلى الإدمان، فلذلك إحنا آليتنا في المستشفى والمفروض أنها تكون الآلية موحدة حتى في القطاع الخاص عدم الاعتماد على صرف هذه الأدوية إلا بقدر يعني قليل جدا، وممكن صرف هذه الأدوية في بداية علاج الأمراض، لأن تعرف أخ فارس أنه الأمراض نعم. يعني تكون في بداية المرض أو في بداية العلاج يعني عالية الشدة، فممكن هذه الأدوية تساعد على تسريع عملية الفعالية للعلاج. نعم. ولكن الأنظمة عندنا أن هذه الأدوية
ما تصرف إلا بكميات قليلة جدا، ما تتجاوز الأسبوعين لك حد أقصى لأي مريض من المرضى. نعم دكتور عبد السلام، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الله يسلمك، حياك الله. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فقرة قائل ومقال. عدنا لكم مشاهدينا من جديد في فقرتنا قائل ومقال، واليوم مقالنا لمحرة صحفية بصحيفة سبق إلكترونية وكاتبة بصحيفة الشرق، قاصة وشاعرة، وفي مقالها لليوم نقلت لنا واقع اللاجئين السوريين خارطية، وهي عبارة تعني للاجئين السوريين ورقة تسمح لهم بالتنقل بين دول أوروبا بعد أن أصبحت فكرة اللجوء إجبارية وصارت خيارا لا اختيارا لشعب متعب هاجر بأفلبة بعد أن أجبرته الظروف على النزوح والهروب لكي ينفذ بجلده من ويلات الحرب والقتل وسفك الدماء. وبعد هذا النفق المظلم من تدهور أوضاع في كل لحظة في سوريا، ظهر في الأفق هذا الحلم الذي كان اسمه أوروبا وجنات النعيم لشعب صار يرى في الموت طريقا للنجاة من الألم وسبيلا للخلاص. ولتسليط الضوء أكثر حول المقال، تنضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة الأستاذة نادية الفواز. يا أستاذة نادية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك وفي المشاهدين. الله يحييك، وإن شاء الله أن يكون مقالي استطاع أن ينقل جزء من صورة المعاناة للاجئين السوريين. نعم الله يحييك. أستاذة نادية، ما دوافع كتابتك لهذا المقال؟ طبعا أنا كنت كغيري يعني متلهفة أن أعرف ما كيف بيكون عملية الهجرة وكيف بيتم نقل الناس إلى أوروبا، ويعني كلنا يعني أوروبا بالنسبة لنا إحنا كعالم عربي وإسلامي وكدول بالنسبة لنا هي حلم يعني ونجمة بعيدة ولا يستطيع أحد أن يلمسها. ففي ظل ظروف الحرب الأخيرة عندي صديقة خاضت هذه التجربة، ولما جلست معها وقعدت تتكلم وتحكي لي عن عن الوضع وعن الرحلة اللي هي عاشتها وهذه التجربة، فكانت كل شوية تقول خارطية، فأنا ما فهمت إيش هي خارطية، ما معنى الكلمة يعني. أنا أخذتها كعنوان لمقالي، خارطية ورقة، أو يعني هما غالبا ما بيكون مع اللاجئين أوراق ثبوتية ولا جوازات ولا شيء، بيكونوا مهربين وبيكون بعضهم معه جوازات وبعضهم ما معه، فبيعطوهم هذه الورقة يعني كتذكر الدخول إلى أوروبا، فبيضلهم يعني الخارطية هذه يعني كطريق أو كورقة يعني تساعدهم أنه يدخلوا إلى أوروبا. طيب اللي بيحصل عليها يعني كأنه حصل على تذكرة دخول إلى أوروبا. نعم أستاذة، يعني هل الهجرة رحلة معاناة أم طوق نجاة أم موت بلغة أخرى؟ طبعا كلنا يعرف ولا نكاد نصدق ما حصل في سوريا وفي العراق. نعم. ويعني أنا حبيت أنقل اللي سمعته من صديقتي في عن هذه التجربة المريرة، فكانت تتكلم عن ركوبها بالبالم أو بما يسمى بطوق النجاة أو اللي هو مع حوالي 40 شخص في مركب لا يتسع إلى 30 شخص. كانت تحكي عن يعني ويلات الطريق، ما كان زي ما احنا متخيلين مفروش بالورد وإنه الطريق يعني ميسر وأبدا. نعم صحيح محفوف بالمخاطر ومحفوف بالموت، وكانت تحكي عن وجودهم في لمدة ساعة ونص يعني ملتصقين ببعض، ويعني ويلات المرور في بحر في لج البحر، وأنهم بيأشروا لسفن كبيرة ما كادت تشوفهم، وكيف أنه في اللحظات الأخيرة كانوا هيموتوا، يعني أنه برضو صار في ثقب في نفس المكان، وتجار الأزمات الناس اللي بتاجر في الأزمات كانت تتكلم عن ناس. نعم يعني هو أستاذ يعني هو يعني هروب من المجهول إلى المجهول كذلك يعني. أيوة يعني هو ما ليس كما يصوره الإعلام إنه يعني هو ممكن يعني الناجين يمكن يحصلوا على يعني جزء بسيط من الكعكة اللي هي المفروض إنه هو بيحصل عليها الإنسان تحقق في الحياة بشكل إنساني يعني، لكن يعني بتقول هي بعد كل التجربة ومرورها في 12 دولة ومرارة اللي شافته كل أنا يعني ما كنت أصدق إنه هذا ممكن يحصل للإنسان اللي يعامل كقطيع من الحيوانات، الله المستعان، يجره
هنا وهنا ويرموا في ساحات ويرموا في خيام ويرموا في أماكن نائية في بيوت قديمة متهالكة، يرموا في أحواج. إنسان وين الإنسان؟ أنا بسأل وين أين الإنسان يعني؟ نعم صحيح. أستاذ نادية، يعني رسالتك للجهات المسؤولة كهيئات وجمعيات الإنسان ومجلس الأمن لوقف هذا الموت الذي يتربص بالملايين سنويا عبر الهجرة المميتة. أنا رسالتي لهذا العالم المتحضر دائما بيرفع شعارات الإنسانية ويرفع شعارات حتى الرفق بالحيوان، فما بالك بالإنسان يتهدر كرامته بهذه الطريقة وإنه يعيش مثل هذا الظرف الصعب والعصيب وسط يعني رؤية العالم كله عاد تتفرج وكأنه في مزاد إنساني. يعني أنا اللي سمعته من صديقتي هذه يدمي القلب. فين حقوق الإنسان؟ وين الإنسانية في كل ما يجري للمهجرين واللاجئين؟ احتواءهم، رميهم في أماكن، في قطارات 9 ساعات بدون دورات مياه. وين الإنسانية في التعامل مع البشر بهذه الطريقة؟ وين العالم المتحضر والمنظمات الدولية عن هذول الناس؟ تتعامل معهم بس بشوية إنسانية، شوية إنسانية. يعطيك العافية. مني يعني وتعاطف مني مع هذول الناس. وربنا ما يكتب على شعوبنا العربية والإسلامية. آمين. إنهم يعيشوا مثل هذا الظرف. لكن يعلم ما الله يعلم ما في إيش الحكمة وراء ذلك. يمكن انتقال الإسلام إلى أوروبا، طبعا هم متخوفين من نعم سبحان الله، لكل شيء حكمة. هناك فوائد أخرى لكن التجربة مريرة. لكل شيء حكمة. أستاذة نادية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونلقاك إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا. وتابعوا مقالي خارطية 2 إن شاء الله أستاذة نادية بإذن الله. شكرا لك أستاذة نادية على هذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فقرة حائل بعيون الحسد. أهلا بكم في فقرة حائل بعيون الحصاد. نجا مواطن من موت محقق أقبت عرضه لحادث مروري على طريق الأرشاوية بقعة بحائل جراء تعليق مثبت السرعة بسيارته لدى سيرها عند سرعة 180 كم في الساعة. وأوضح المتحدث الرسمي لمرور منطقة حائل العقيد بندر الحربي أن عمليات المرور باشرت الحادث بعد التبليغ مباشرة، متابعا أنه تبين انقلاب المركبة جراء تعليق مثبت السرعة عند سرعة 180 كم في الساعة ما نتج عنه انحرافها وانقلابها، وأشار إلى أن تعرض قائدها لإصابات متوسطة حيث تم نقله إلى المستشفى، فيما جرى التحفظ على المركبة بمرور محافظة بقعة ومخاطبة الشركة المصنعة للمركبة لإجراء الفحص الفني عليها. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف المواطن بدر ابن بكر القويعي. أستاذ بدر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا أبو حاتم. يا هلا فيك. أولا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويفجيك. ما تشوف شر إن شاء الله. وهالوجه ما يشوف الشر من يشوف. طمنا عليك عن وضعك الحين. الحمد لله لا طيب إلا الحمد، حصل ربوب وكسور ولا الحمد لله يعني الحالة مستقرة. يا رب لك الحمد. أنا بغيبوب الحمد لله ولا دخلت غيبوب. يا الحمد لله على سلامتك. سلمت. الحمد. يا رب لك الحمد والشكر. أبو حاتم يعني من حكينا من وين كنت جاي وكيف صار معك الحادث؟ الحادث أنا مثبت السرعة على 110 طبعا. أي. يوم أقبلت على المزرعة، مزرعتي حوالي 6 كيلو، بقي 6 كيلو. نعم. حاولت أني أفصل المثبت. نعم. أيوة. بعد ما ضغطت الزر طلع من 110 إلى 140 ارتفع. طلع. ايه قلت الله يستر. ايه انا شيء واحد انا ما هم مشكله خط سريع علشان اقول والله. نعم. فمسكت جلد قلت لعلي انا لا يقابلنا احد او بعد تسبب لاي احد من بعد. نعم. نعم. ولا لا سامح الله. نعم. حتى انقلب الموتر وصار اللي صار والحمد لله على الحمد لله على سلامتك. سيارتك وش مديلها يا ابو حاتم؟ 2015 ما شاء الله، هي سياره حديثه جديده يعني. يعني ما مشت إلا 56 كيلو تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. طيب أبو حاتم يعني السيارة فيها نظام توقف ذكي؟ نعم. السيارة هل فيها يعني نظام توقف ذكي؟ ما أسمعك والله. يعني في الآن بعض السيارات في الموديلات الأخيرة من 2015-16 الآن فيها نظام توقف ذكي، معناته يعني أي عارض جديد يعني مفاجئ مباشرة يفصل مثبت السرعة.
لكن سيارتك يبدو انه ما فيها هذا النظام. ما قفل ولا بالعكس الا زاد. طيب ابو حاتم، طارت السياره بي اعوذ بالله. ابو حاتم كيف تم اسعافك ونقلك يعني في المستشفى؟ تم اسعافي؟ نعم تم اسعافي. والله جوني شباب الله يجزاهم خير. اي نعم. لقيناك طايح برا السياره. انا يعني شبه دوخه، ما هو غيبوبه. طبعا ما وعيت الا انا راكب السياره معهم. يقول لك تمشي معنا. الله يجزاهم خير. اي والله، حتى اني دخلت الاسعاف اللي هو الله يجزاهم خير. نعم. جيت اطلع على اسعاف بقعه، قالوا قم، قلت ما اقدر اقوم، حصل معي كسور، كسرين ضلع وشد فيه والظهر فيه كسر. نعم. اي والله. يلا الحمد لله على سلامتك. ودائما يعني هذه من نخوة شباب حايل، انهم دائما يسعفون ودائما ينقذون المصابين. ابو حاتم تواصلتم مع الشركة المصنعة للسيارة؟ سم تواصلتم مع الشركة اللي صنعت السيارة؟ لا والله لحد الان. اي طيب. لا والله لحد الان ما اسوي. انا لا الحين بالمستشفى وتخبر يعني الحادثة ما صار لها اليوم الخميس واليوم عنا اليوم الاحد. يعني الواحد لا الحين ضربك ولا الحين ان شاء الله تقوم تلقى العلاج. ان شاء الله تقوم بالسلامه. ان شاء الله تقوم بالسلامه. ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. ابو حاتم في كلمه طال عمرك تبغى توجهها او رساله لاحد؟ والله بوجهها للشباب انهم لا يحطون مثبت السرعه مهما نعم. كانت السياره. هذا اللي نقول. الله يعطيك العافية أبو حاتم، وإن شاء الله تقوم بالسلامة بإذن الله. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك أبو حاتم. الله يسر على شكرا الأجواد، يسر على المسلمين. آمين يا رب العالمين. شكرا لك، وإن شاء الله تقوم بالسلامة يا أبو حاتم، وتتمتع إن شاء الله بصحتك وعافيتك. نشكرك أيضا على هذه المداخلة، ونسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية. مشاهدينا نترككم الآن مع المحامي كاتب الشمري والرأي القانوني في حال ثبت أن الحق مع المواطن ضد الشركة المصنعة للسيارة. شكرا على اتصالكم واهتمامكم في هذا الأمر. وما يتعلق بالسؤال أنه إذا ثبت يحق له هذا المواطن المتضرر رفع الدعوى على الشركة، نعم إن مثل هذه الحوادث للأسف صارت تتكرر كثيرا، ولدينا بعض القضايا مرفوعة أمام القضاء على الشركة المعنية. وهذه الحوادث إذا ثبت فنيا إنه الخلل ناتج عن مثبت السرعة، فإن الشركة المصنعة تتحمل المسؤولية وتعويض هذا المواطن عن ما أصابه من ضرر. ولا يفوتني في هذه المناسبة أنه حنا لدينا عدة قضايا في هذا الموضوع مرفوعة أمام القضاء ضد بعض الشركات المصنعة، واللي حصل في سيارته خلفة، واللي يسند دعاوينا وقضايانا حقيقة هو الأمر السامي الذي صدر أخيرا، والذي وجه من خادم الحرمين لوزير التجارة وطالب من الشركات المصنعة إذا لم تعامل المواطن السعودي مثل ما يعاملون المواطنين في الدول الأخرى أن يوقفوا استيرادهم. فهذا حقيقة دعم قوي لنا للدعم للقبض هذه القضايا وللمواطن وحمايته، لكن أيضا في المناسبة نطلب وأين حماية المستهلك وزارة التجارة، وأين جمعية حماية المستهلك من ودخوله في هذه القضية وحماية المواطنين من هذا الآفة اللي قاعد تحدث كل فترة نقرأ ونشوف ونسمع من هذه، بينما احنا عندنا قضايا على أرض الواقع من هذا النوع. فهذا أنا رأيي حقيقة. نذهب الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع زميلتنا منى الأنصاري.
لزميلي فارس القاضي، وحياكم الله مشاهدينا في الأخبار الاقتصادية لليوم. قال وزير الخارجية عادل الجبير إن السعودية ستبقى على حصتها في سوق النفط، وأن فكرة أن تخفض إنتاجها بينما تزيده الدول الأخرى فكرة غير واقعية. وأضاف: نرى أن قوى السوق هي التي تحدد سعر النفط، وسنبقى على حصتنا في السوق والأسواق ستنتعش. إلى ذلك صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة مجددا، إذ ارتفعت 4% عند التسوية بعد توقف ليوم واحد مدعومة بارتفاع عدد الوظائف الأمريكية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.65 دولار أو 4.5% إلى 38.72 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.35 دولار أو 3.9% عند التسوية أيضاً إلى 35.92 دولار للبرميل. للحديث أكثر يسعدني أن يكون معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي سعود البتال. حياك الله أستاذ سعود. أستاذ سعود حياك الله. يا هلا، الله يحييكم واشكركم على الاستضافه. بس الصوت بعيد، يعني استمع عندي. يلا اسمعكم. استاذ سعود، كيف تقرا حديث وزير الخارجيه السعودي حول ان السعوديه ستبقى على حصتها؟ نعم، بالنسبه لتصريح معالي الوزير، طبعا كان التصريح ليس بالامر الجديد، فقد ذكر الوزير النعيمي من قبل وزير النفط بان لن تتخلى السعوديه عن حصتها في الانتاج او عن معدل الحصه في انتاجها النفطي في من ضمن منظمه الاوبك. السعوديه وحدها لن تتحمل هي ما يحصل في النفط. فتكلفة النفط بالنسبة للمملكة العربية السعودية حسب التقديرات تبلغ حوالي 9.5 دولار، بمعنى يعني تقل قليلا عن 10 دولار. فهذا يعني بأن المملكة لديها القدرة على تحمل انخفاض النفط حتى إلى مستويات 20 و22 دولار، وهي المستويات التي يتوقع الكثير من المحللين الاقتصاديين بأن يصل إليها النفط قريبا. لذلك المملكة العربية السعودية لن تتحمل نتيجة هذه الانخفاضات بحيث أنها تخفض من نسبتها في النفط بشكل عام. أستاذ سعود، كيف ترى أسعار النفط بعد ارتفاعها في العقود الآجلة؟ بالتأكيد أنها في الفترة الماضية كان هناك تأثيرات أو كانت هناك أخبار إيجابية دفعت النفط إلى الارتفاع. طبعا الارتفاع في الأيام الماضية كان جيد وكانت ارتداده أكثر من جيدة، ولكن ما زلنا نتوقع هناك عودة مرة أخرى إلى مستويات أواخر 20 دولار، بمعنى أنه قد يصل إلى 28 دولار مرة أخرى، وقد يلامس أيضا مستويات 27 دولار في حال عدم وجود الإيجابية في الأخبار في الفترة القادمة. لذلك العودة إلى هذه المستويات أمره طبيعي جدا ومتوقع، بل صحي لاختبار مناطق الدعم التي ارتد منها سابقا، وأيضا اختبار تلك المناطق من حيث القوة الشرائية في تلك المستويات، ثم يعود النفط مرة أخرى إلى الارتفاعات إن شاء الله بشكل فعلي وبقاعدة شراء قوية جدا في تلك المستويات. المحلل الاقتصادي سعود البتال، شكرا لك على هذه المداخلة. يا هلا حياك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، وعودة لزميلي فارس القاضي. شكرا للزميلة منى الأنصاري على الأخبار الاقتصادية. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حصادنا لهذا اليوم الاثنين. نلقاكم إن شاء الله في حصاد يوم الخميس المقبل. نبقى الآن مع النشرة الجوية ونراكم على خير.